مشاهدينا الكرام أينما كنتم، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج أهل المدينة. نعرض لكم قضايا وحكايات ونطرح شخصيات لها بصمتها في الإبداع، كل ذلك في برنامجنا، فأهلا بكم تابعونا. تشاهدون في هذه الحلقة: مخاطر البيئة في عدن تهدد الحياة وتنذر بالكارثة، حي نجوى مكاوي دلالة التسمية وخصوصية التصميم، أكاديمي يثبت علمياً إمكانية صناعة الطوب الرملي في اليمن. لا تزال الفعاليات والأنشطة والأحداث تتواتر في العاصمة المؤقتة عدن، نختار لكم منها أهمها في جولة إخبارية سريعة. أكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد بن أحمد الميسري أن الأجهزة الأمنية تبذل جهوداً كبيرة في مكافحة المخدرات، ولن تتهاون مع من يقف خلف ترويجها بأي شكل من الأشكال. وشدد الوزير الميسري خلال لقائه رئيس مركز عدن للتوعية بمخاطر المخدرات سعاد علوي على أهمية التوعية المجتمعية بخطورة المخدرات وأضرارها الكارثية على الفرد والمجتمع، داعياً الجميع إلى استشعار مخاطر هذه الآفة المدمرة للأجيال والإبلاغ عن مروجيها أو متعاطيها لضمان التخلص منها ومن يقف خلفها. أقامت جمعية الصحة للجميع بالشراكة مع منظمة كير العالمية دورة تدريبية لمتطوعي الجمعية في مديرية دار سعد في مجال النظافة الشخصية والإصحاح البيئي. الدورة هدفت إلى تزويد المشاركين بالمعلومات الكافية وتدريبهم ميدانياً لوقاية من مخاطر الأوبئة وانتشار الأمراض وفي مقدمتها الكوليرا، وسيتم تنفيذ برنامج عملي على مدى 3 أشهر. تتعاظم يوماً بعد آخر المشاكل البيئية في العاصمة المؤقتة للبلاد، فما عساه يكون حل الجهات المختصة للحد من كارثة بيئية محتملة؟ هذا ما نناقشه في قضيتنا لهذه الحلقة. كارثة بيئية تهدد مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للدولة. في ظل توقف محطات معالجة مياه الصرف الصحي وغياب الدور الحكومي والمجتمعي في حماية البيئة التي باتت معرضة لمخاطر عدة. المشاكل العالية طبعاً وجود المشكلة هي الأكياس البلاستيكية، طبعاً تتعب فيها أضرار الأكياس البلاستيكية متواجدة وتنتشر فيها كثير من الأمراض تسبب السرطانات وتسبب الحي. فهي استخدام الأكياس الصديقة للبيئة، كنا نستخدم الأكياس الورقية، حتى من خلال نستخدم حاجة صحية في البيئة. هذا أكلنا الآن نجي نشوف المطاعم البلاست الكيس بكل في أصبح في حياتنا اليومية. بالنسبة يعني الشوارع ولا هذا أكيد يعني مضرة لنا، يعني مضرة مش لنا بس نحن أصحاب البيئة، مضرة للشعب عامة. يعني انتشرت الأمراض وانتشرت يعني خلاص يعني ما أصبحنا ما عاد نقدرش نسيطر، لا نحن ولا صندوق النظافة لا عاد يقدر يسيطر على الوضع، لأنه هو نفسه الشعب نفسه مش متعاون. حرب الانقلاب ضاعفت من المخاطر البيئية في عدن بعد أن عرضت المحميات والهيئات المعنية بحمايتها للنهب والدمار، غير أن ذلك لا يبرئ قيادة السلطة المحلية من التقصير ولا يعفي الحكومة من المسؤولية. عام حماية البيئة نتيجة الحرب دمر مبنى بشكل كامل، فاضطرينا بحيث نحن نواكب عملية العمل البيئي في المحافظة تجهيز مكتبين في حماية البيئة بحيث يمكن تسيير عمل البيئي في المحافظة. بالنسبة للوضع البيئي بعد الحرب خاصة يعني الدهور، بس نحن قاهدين يعني ونعمل يعني على أساس توعية الناس، على أساس يعني بحيث أنهم يعني يتعاونوا يعني مع الظروف هذه اللي حاصلة في البلد. المفروض نحن يعني يكون الشعب كله يعني عامة يكون في تعاون في ولو حتى قليل يعني من الأنشطة من ناحية النظافة، من ناحية هذا يعني المفروض هذا. إذا نحن الشعب ما نتعاونش ما نكونش يعني يد بيد ما فيش فايدة، يعني نحن دور نحن حماية البيئة ما فيش فايدة منه. الأخ أستاذ أحمد سالمين أبدأ اهتمامه بتأهيل المبنى وتوجيهات المكتب الأشغال العامة
لتأهيل المبنى، لكن نتيجة الوضع الأسعار والتأخرات مناقصة تأهيل المبنى. نتمنى إن شاء الله يكون تعيد الهيئة إلى وضعها السابق وأحسن. هم يعني إن شاء الله في حاجة يمكن أمور يعني يمكن اللي أخرتهم، بس إنما هو يعني شاكرين له إنه يعني عمل جهده بصراحة معانا إحنا وعلى أساس إعادة ترميم المبنى حقنا، وإن شاء الله دحين قريب في يعني في الوقت القريب إن شاء الله بعودة تأهيله. محميات طبيعية وصناعية لطالما تمتعت بتنوع حيوي، إلا أنها مؤخرا غدت معطلة ومهددة بالاندثار في ظل تجاهل رسمي، الأمر الذي أفقدها أهميتها البيئية. عدن تحتوي طبعا على 6 محميات، كنت عارف عليها 6 محميات طبيعية، أخذنا مثلا الطريق البحري نبدأ في مملاح، بحيرة البقع، محمية الحسوة اللي كانت طبعا كان لها رواقا كبيرا، اللي كان الزوار حتى كنا ناخذ طلابنا فيها زيارة المحمية، هذه المحمية للأسف نتيجة الحرب اتدمرت، فأتمنى إن إعادة المحميات والاهتمام بها. بالنسبة للتصحر والمحميات هذه طبعا تخص يعني الفنيين والناس المعنيين بهذا الأمر، لكن بالنسبة للقمامة والبلادع هذه يعني مفروض يعني يكون الشعب نفسه قاعد يعني بهذا الأمر. المخلفات الصلبة والسائلة من أكثر مهددات البيئة في عدن، امتدت آثارها خلال الأعوام الماضية إلى مياه البحر، الأمر الذي بات يشكل مخاطر حقيقية تنذر بتلوث يهدد الحياة الإنسانية. كإدارة التوعية البيئية نشرف على الأندية البيئية، طبعا نقول في عدن كنتم عارفين 98 نادي بيئي اللي في المدارس الحكومية، الآن بدأنا ندخل على المدارس الخاصة، بدأنا في العام الماضي احتفلنا في 20 فبراير يوم البيئة العالمي، كان احتفالا ضخما. تحاول تشوفوا بشوف القاعة اللي كانت تحضن الكثير من الفعاليات البيئية، يعني للأسف دمرت نتيجة الحرب. نرحب بالمهندس فيصل الثعلبي مدير عام الهيئة العامة لحماية البيئة بعدن، أهلا ومرحبا بك اليوم معنا في هذا اللقاء. بداية مهندس فيصل الثعلبي، لو تشرحون لنا أهمية الهيئة العامة للبيئة بعدن. بسم الله الرحمن الرحيم، أول شاكر لكم هذه اللفتة من قناة بلقيس لإجراء هذا اللقاء معنا. كما تعرفون بأن في العقود الأخيرة نتيجة التطور الاقتصادي والتنمية والتطور التنموي تطلب وجود جهة رسمية معنية بالبيئة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، لذلك كان هناك لابد من إنشاء جهاز الهيئة العامة لحماية البيئة. ففي البداية كانت تتبع مجلس الهيئة العامة لحماية البيئة اللي كان يتبع مجلس الوزراء مباشرة في عام 1990، واستمرت إلى عام 2001، ثم أنشأت الهيئة العامة كجهاز استشاري معني بالحفاظ على البيئة ومرجعية لكل المرافق الحكومية في اليمن، باعتبار أن الهيئة العامة اليمن تتأثر وتؤثر بالكثير من القضايا البيئية مع دول الجوار. خلال فترة عملها عملت على الكثير من الإنجازات المتعلقة بالحفاظ على البيئة وما يضمن الاستدامة البيئية كحق للأجيال المستقبلية. اليوم ما هو وضع الهيئة العامة لحماية البيئة؟ والله بدأنا أنشطة غير عادية وفي خلال الفترة الماضية وخصوصا قبل الحرب، ولكن بعد الحرب كثير من المفاهيم تغيرت لدى عامة الناس، خصوصا موضوع البيئة. موضوع البيئة جديد على المجتمع بشكل عام، ونحن نعمل جاهدين على ترسيخ المفاهيم البيئية من أجل الحفاظ على البيئة، الحفاظ على الموارد الطبيعية، من أجل استدامة الموارد البيئية. طبعا في أحد مبادئ الألفية الجديدة اللي هي الاستدامة البيئية. الاستدامة البيئية معناتها أن حق الأجيال المستقبلية في العيش بكرامة وبموارد طبيعية اللي موجودة مثل ما نحن فيه. بمعنى مثلا إذا نظمت المياه الآن أو البحار خفت الأسماك، كيف الأجيال المستقبلية؟ إحنا كيف نحافظ على شيء من التوازن لنا ولأجيالنا في المستقبل؟ هل الهيئة العامة لحماية البيئة لها القدرة على العمل على استدامة البيئة؟ نعمل بكل الطرق من خلال ترسيخ هذه المفاهيم، ولو كانت بطريقة بسيطة. بدأنا بعمل هام جدا اللي هو ترسيخ هذه المفاهيم في الأندية البيئية في محافظة عدن، بحيث أن هذه المفاهيم تبدأ مع الطلبة منذ الصغر في المدارس الابتدائية وبعض المدارس الثانوية في محافظة عدن. أسسنا أكثر من 100 نادي بيئي،
ايضا من خلال اللقاءات التوعويه، من خلال وجود بعض الانشطه الهادفه، من خلال كثير المختصين ذوي العلاقه. فعدن تتميز بوجود الكثيرين المختصين، والذي يعني نامل ان تكون الدنيا بخير. نعم. في المستقبل. هل ثمت صعوبات ومعوقات تقف امامكم لكي تصلوا بالانجاز الى افضل فعاليه ممكنه؟ طبعا كثير من المعوقات، وخصوصا مثل ما ذكرت بعد الحرب. الهيئه العامه لحمايه البيئه مكتبنا تقريبا تدمر بشكل كامل، وسرقت كل محتوياته وكل الأجهزة بعد الحرب. نحن نعمل في ظروف قاسية، إضافة إلى قلة الكادر الموجود لدينا. فلكن نأمل خير، وخصوصا أن الآن بدأت ديوان الهيئة بشكل عام في الجمهورية يكون في عدن. نقاط الاتصال، اتفاقيات الدولية الخاصة بالتغير المناخ، بالأوزون، الملوثات العضوية الثابتة، اتفاقية مينيمار، الكثير بدأت على اساس انه بيكون في ديوان موجود في عدن. وزير المياه والبيئه ورئيس الهيئه بداوا جهود كبيره في نقل اتفاقيات من المناطق المحتله الى المناطق المحرره في عدن، ونامل ان شاء الله بخير في المستقبل. معروفه مدينه عدن بانه يوجد فيها الكثير من المحميات الطبيعيه، ما هو دور الهيئه العامه لحمايه البيئه في حمايه هذه المحميات؟ أول سؤال مسألتيني، أو هي الهيئة العامة لحماية البيئة بحسب قرار إنشاء الهيئة رقم 101 سنة 2005 هي جهاز الدولة الرسمي المعني بالحفاظ على البيئة. نعم. إنشاء المحميات اللي في عدن، عدن لم تكن تعرف محميات إلا قبل عام 2006. من أنشاء المحميات ومن أعلنها هي الهيئة العامة لحماية البيئة. بدأنا بجهود ذاتية وبدعم من برنامج إدارة المستدامة الموارد الطبيعية التابع لمكتب الأمم المتحدة في إعلان محميات الأراضي الرطبة في محافظة عدن. فجاء قرار 249 وأعلننا محميات، ومن ضمنها محمية الحسوة، بحيرات عدن، المملاح، الفارسي. هذه عبارة محميات طبيعية، ودورنا طبعا هي حماية وإعلانها ويمنع البسط عليها. والعلم أن كل أراضي المحميات الأراضي الرطبة في عدن هي المنطقة الوحيدة التي في على مستوى العالم التي تكون المحميات في مناطق صناعية، يعني كلها تتبع الأراضي تبعها تبع المنطقة الحرة. دورنا طبعا نحن من اسسناها، ونحن نعمل ايضا على حمايتها. خلال الفتره الماضيه قمنا بكل الجهود في انشاء محميه الحسوه كاحد المحميات الطبيعيه. نعم، محميه الحسوه تعتبر من اهم كذلك المحميات الطبيعيه بعدن، ولكنها الان تبدو شبه مهجوره، خاصه نعم. بعد الحرائق التي حصل لها ومحاولات السطو المستمره على اراضيها. نعم، محميه الحسوه طبعا اول شيء اوضح لك حاجه، هي محميه اصطناعيه، نسميها محميه اصطناعيه لفظا عن لفظ علمي، محميه اصطناعيه باعتبارها تعتمد على مياه الصرف الصحي، المعالجة التي تأتي من أحواض المعالجة في المنصورة. هذه بداية تأسيسها، عملنا على تأسيسها من وإلى كأنه تكون مدرسة للتعليم البيئي للزائر، وأيضا نوع من الترويج السياحي. هذه الفترة الإهمال ليس إهمال المتعمد، الفترة بعد الحرب وقبل الحرب بسنة تقريبا بدأت الكثير المشاكل تبرز في هذه المناطق، اللي هي بعض الاستحواذ على الأرض، انتشار الحرائق، إضافة إلى شيء مهم جدا جدا الذي هو يمنعنا من عمل أي عمل الآن، وهي قضية المياه المعالجة ليس نظيفة، سيئة جدا، لا تعالج. فكيف يمكن أن أجعل المواطن يزور منطقة ملوثة؟ هذا أحد الأسباب. ثاني أشياء أن إحنا اعتمدنا على مجتمع محلي بطريقة المشاركة الشعبية، بحيث أننا نضمن استدامة نشاطهم في المنطقة. المجتمع بعد الحرب تغيرت مفاهيمهم، كل واحد بسط على الأرض، يعني بمعنى آخر اللي كنا نشتغل معاهم في المستقبل عبارة عن جمعية، الآن حاليا كل صعب نوجد صعوبة، رغم أن قايم بعمل محافظة عدن عملنا جدول كميات وحددوا انه ممكن يعملوها يعيدوا تاهيلها بكل في اي وقت، ولكن مشكلتنا الاساسيه هي كيف نضمن استدامتها ونضمن ايضا سلامه الزائر. كيف يمكن ان تضمن استدامتها ويوجد من يرغب في السطو على اراضيها بقوه السلاح؟ هي لا تتبع اي شخص، هي تتبع المنطقه الحره، اراضي المنطقه الحره، وبصدور القرار تم تنسيق مع المنطقه الحره بان هذه الارض تسقط من ملكيتها وتحول الى ملكيه الهيئه العامه لحمايه البيئه. محميه الاراضي الرطبه وبالذات الحسوه من المرافق الهامه والتي يعني لها اهميه خاصه لنا احنا في البيئه. فهي منطقه متميزه بزياره الطيور النادره والمهاجره التي تاتي من اسيا واوروبا وافريقيا خلال فصل الشتاء للراحه والتكاثر للراحه والغذاء. نعم.
وثم العودة إلى موطنها في فصل الصيف. إضافة إلى التنوع، هناك دراسات فنية عملناها حوالي أكثر من 100 نوع من الطيور. هناك حوالي أكثر من 4 طيور مهددة بالانقراض تزور المحمية، منها طائر ملك العقبان، منها الرخمة المصرية، يعني العديد من أنواع. إضافة إلى أكثر من 100 نوع اللي يزور هذه المنطقة. هناك أكبر قطاع ملحي نباتي موجود في المحمية، يتبع عائلات نباتية نادرة قد لا تكون يعني من مهددة بالانقراض، ولكنها مهمة جدا. وآخر قطاع ملحي يعتبر موجود في عدن، لذلك حفاظ عليها نحن نعتبرها شيء هام جدا، ولكن يجب أن يكون متلازم مع مياه نظيفة بحيث نضمن الزيارة، استدامة الأنشطة داخلها. وهذه نواجه صعوبة الآن، لأن علشان تشغلها أنت محتاج أنك توظف ناس، وتكاتف كافة السلطات في البلد حتى يحمون تكاتف المنطقة. هذا أهم شيء. ولو لاحظتي جنب محمية الحسوة، لو بتسلطي الضوء بتلاقي في أراضي الآن بدأت تمتد قدام إنما إلى آخره. هذه عبارة عن إيش؟ مياه مجاري فتحت من قبل باسطين على الأراضي بحيث أن يحولوها إلى أراضي زراعية، والله هي ليس، والمياه سيئة، واللي ترعى فيها من أبقار وحيوانات سيئة واعتبر خطر على الإنسان. هذا الكلام مهندس فيصل يقودني إلى سؤال، هل ثمة مخاطر بيئية تهدد الوضع البيئي في عدن؟ طبعا نقدر نقول بشكل عام أي منطقة هي تعتبر حساسة ولها مخاطر بيئية، وفي مخاطر بيئية. عدن أهم المخاطر البيئية اللي تواجهنا في معنا شيء، اللي هو الشيء العالمي اللي هو تغير المناخ وارتفاع منسوب سطح البحر. هناك في شيء اسمه البلاغ الوطني صدر في اليمن في عام 2013، حدد أن في سيناريوهات لعدن بتحصل لو ارتفع منسوب البحر إلى 33 سنتي، وإذا ارتفع إلى 60 سنتي. في جزء في على مدار القرن القادم هذا، في جزء من أراضينا الساحلية كلها بتتأكل، سواء من العلم، من منطقة العلم إلى خور مكسر اللي هو ساحل أبيان، أيضا في منطقة فقم، الجزء الساحلي. لما هذه المناطق لما بتأكل بتصبح هناك مشكلة للصيادين اللي الموجودين في نفس المنطقة. أيضا التنوع الحيوي في كثير من أنواع بينقرض، لذلك يجب علينا كان هناك في 2012 البنك الدولي حدد بعض المشاريع اللي هي عمل حواجز صخرية، مشاريع لتفادي هذا الشيء بالضبط. أيوه، عمل حواجز صخرية بشكل عام على المنطقة الساحلية بحيث أن تضمن هذه تخفف من الآثار الذي على البر قدر الإمكان. إضافة إلى طبعا لما نتكلم عن تغير المناخ مش معناته أن نحن اليمنيين نحن اللي أثرنا أو غيرنا المناخ. نحن بلد يمكن الصناعة أو إنتاج الطاقة ولا حاجة عندنا، وأسباب الكربون، هناك الكثير من المناطق والأراضي بكر بالنسبة لنا، بكر والمصانع تقريبا شبه معدومة عندنا. مثلا نقول ثاني أكسيد الكربون التلوث وإلى آخره، والأوزون الميثان أو المركبة الهيدروكلفرونية، مشاكل البيئة التي نسمع عنها في الدول الصناعية العملاقة ليست متواجدة عندنا. إضافة للمخاطر الثانية اللي تهدد عدن، إن هي الآن إحنا أمام قضيتين أساسيتين أو ثلاث قضايا أو أربع، اللي هي مسألة الصرف الصحي. الصرف الصحي مش معناته أن الصرف الصحي أول ما نعمل نعالجها بالأحواض أو نمنع خلاص. معانا في عدن محطتين معالجة من زمان، واحدة في كابوتة في المنصورة طاقتها 15,000 متر مكعب، واحدة في العريش أسسها الألمان في 2003 طاقتها 100,000 متر مكعب. المياه الخارجة من البيوت لازم تروح هذه المحطات المعالجة. أنت تقريبا على سكان عدن الآن تقريبا أكثر من مليون، تقريبا 70% اللي هي حوالي 70,000 متر مكعب المفروض تروح إلى هذه المحطات، نعم، تتعالج وتنقى ثم إعادة استفادة منها أو هدرها البحر. بس فيصل تقول المفروض، يعني هي تذهب أم لا تذهب هذه المياه؟ بكمل لك كلامي، هي حاليا ما تذهبش، حاليا ما تذهبش، كانت في السابق قبل الحرب بسنتين، يعني مش إلا معناتها الحرب المشكلة، من قبل الحرب بسنة بسنتين كانت مثلا محطة العريش كل المياه تجي إلى داخل المحطة، وكانت نسبة النقاوة عالية. حتى أسسنا لو تذكرون مشروع حديقة عدن الكبرى، كان على أساس أن الري من النقاوة اللي هي كانت أكثر من 90%. محطة المنصورة والآن الحديقة نفسها مغلقة، ما المشروع انتهى تقريبا أو مقفل، موجود والأرض موجودة بس ما مشاريع أخرى للسطو أيضا على أراضي أيوة حديقة أيوة عدن الكبرى. أيوة، في جزئية مياه الصرف الصحي المياه ما عاد تروحش للمحطة، مياه كانت تروح المحطة بس مشان أوصل لك رسالة، محطة العريش هذه كانت تستقبل مياه كريتر تواهي المعلق،
كريتر المعلا والتواهي، هذه المناطق الأساسية الكبيرة. خور مكسر لما توقفت فين تروح المياه حقهم الصرف الصحي؟ مياه كريتر قد كان مستشفى عدن العام وفي اتجاه صيرة قدام القصور الكبيرة اللي وانت رايح في اتجاه صيرة من البيوت مباشرة لهناك، ما تعالجش للبحر. مياه المعلة والتواهي في البحر أيضا أمام الميناء، أمام مبنى المبنى حسب مدخل الركاب اللي في التواهي، المبنى حق أول لما قلت إليزابيث أو الزارات أو في هذاك المكان السياحي الجميل تصب في البحر، ما عادش تروح المحطة المعالجة. طيب وجود هذه المياه السيئة داخل البحر لها تأثير على البيئة البحرية. هذه المياه تحليلها كل 100 ملي يحتوي على أكثر من 60,000,000,000 بكتيريا داخلها ملوثة. لما توصل هذه للبحر تأخذ الأكسجين اللي يحتاج الأسماك. ماذا؟ كثير. بالتالي تؤثر على الثروة السمكية. على الثروة السمكية وعلى مخزون السمكية. نفس الحكاية المنصورة كانت أول تعالج اللي كانت تروح للمحمية تجي إلى حق المنصورة حق شيخ عثمان دير سعد. مياه أيضا غير معالجة توصل للبحر نفس الحكاية. ورغم أن المحطات عندنا إحنا مش محتاجين الإمكانيات الكبيرة. يعني أنا محتاج مثلا كهرباء، هي عبارة بسيطة أحواض معالجة بالأكسدة طبيعية تأتي من حوض إلى حوض ومن حوض إلى حوض إلى حوض. طالما أن الحلول يعني بسيطة، يعني في رأيكم ما هو سبب هذا الأمر؟ سبب الإهمال هل هو فساد متفشي؟ لا مش قصة، لا مش فساد، في إهمال، في إهمال محطة يعني في بعض الأشياء مثلا تركيبة بيبات أو أي حاجة أو دعم توصيل المياه وإخراجها، مختبرات تأثرت مع الحرب يعني عادة إصلاحها. أيضا في قضية هامة جدا اللي هم يعانون أسس المياه والصرف الصحي، هي مثلا منشآت عشوائية بنيت على الأنابيب، منشآت عشوائية يمنع دخول الناس إلى المحطات المعالجة، فكثير من المفاهيم تغيرت من قبل خصوصا بعد الحرب من قبل العامة، هذا أثر على عمل هذه المحطات. بالنسبة للمخلفات الصلبة التي توجد أمام السواحل، هل هي تؤثر على البيئة؟ وما دوركم أنتم في إزالة هذه المخلفات؟ وهذه أيضاً من ضمن المشاكل البيئية اللي تحدد. المخلفات الصلبة عادةً تقريباً في اليوم 600 طن، هذه بشكل عام. جزء منها اللي هو على البحر، سببها الأنشطة البرية، أنشطة الإنسان، الأنشطة السياحية اللي موجودة على السواحل، وجود مثلاً قرى بجانب السواحل. هذه لها تأثير سيء على البيئة البحرية. نحن أنشطتنا مرهونة، نحن كجهاز استشاري فقط نساعد على رفع الوعي عند الناس إن هذا غلط. طبعاً هذه المخلفات إذا وصلت البحر تأثر على العديد من التنوع الحيوي، وقد يدخل أحياناً بعضها في تركيب التنوع الحيوي ويعود الإنسان مسبب الكثير من الأمراض المسرطنة، وأحياناً الاختلالات الجينية أيضاً. وأحياناً الاختلالات الجينية نحن في كثير من الأشياء. وأيضاً المخلفات ليس أيضاً معك المخلفات الطبية في عدن. المخلفات الطبية كل العالم يعمل اتجاه انك تفرز المخلفات الطبية لحالها، يعني اي مستشفى تخلف، ما اللي يحصل عندنا انك تخلف المخلفات وهي مخطرة، الشاش الدم اي حاجة، تاخذ المخلفات الطبية وترميها المخلفات الصلبة، تصبح كل المخلفات الصلبة خطرة. فهذه احد المشاكل. بدأت مستشفى الجمهورية يعني بدعم مكتب الهلال الاحمر الدولي انشاء محرقة رائعة جدا ممتازة، ونتمنى ان المستشفيات يقضوا هذا النظام في عدن. نعم، بالنسبة لعلاقتكم بهيئة علوم البحار وكذلك مركز مصائد الأسماك وصندوق النظافة والتحسين، ما هي علاقتكم بهذه الهيئات كلها أو المؤسسات والتنسيق بينكم البين من أجل حماية البيئة؟ كل الجهات اللي ذكرتيها وغيرها من الجهات في هناك تنسيق متكامل. هيئة علوم البحار هي جهة علمية بحثية تقدم العديد من البحوث بما يتعلق بالحفاظ على البيئة البحرية بالذات. وأشير لك أن في اليمن منضمة في الهيئة الإقليمية للحفاظ على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، ونعمل على تدريب طاقمنا باستمرار في الدورات. حاليا مثلا في موجود فنيين من عند المكتب في العقبة في نهاية الشهر طالعين هناك تعلموا على عملية الفحوصات المياه البحار في اليمن. المصائد السمكية هي جهاز متعلق انه كيف متعلق بانتاج الاسماك، الحفاظ عليها، الحفاظ على المخزون السمكي، وتوجد علاقه طيبه وتنسيق مستمر في اي في حدوث في حال اي مشاكل. صندوق النظافه طبعا علاقتنا طيبه، حتى معنا نتعامل معهم مباشره مع مركز التوعيه البيئيه الموجود معهم، بحيث اننا نوجد اداره سليمه بيئيا لاداره المخلفات الصلبه
في محافظة عدن. ختاما مهندس فيصل الثعلبي، هل هناك رسالة تحبون توجيهها من خلال هذا اللقاء؟ والله أولا وقبل كل شيء نتمنى التوفيق لكل من يعمل في تطوير العمل البيئي في محافظة عدن. نتمنى أيضا السلطة المحلية ما قصرت بالأستاذ أحمد سالمين في دعمنا في على أساس إيجاد إعادة تأهيل مبنى الهيئة العامة لحماية البيئة، هو أهم شيء هذا نعتبره حاليا. ولكن ما حصل ارتفاع الأسعار والغلاء، كل ما قلت بتنزل المناقصات ارتفعت الأسعار أقلوها، كل ما قلت الآن حوالي سنة بهذا السبب اضطراب العملة. بالنسبة اضطراب العملة نتمنى إعادة تأهيل مكتب أسرع وقت أسوة المكاتب الأخرى العاملة في المحافظة. نتمنى من الجميع أن يساعدنا في الحفاظ على استدامة مصادر البيئة والموارد الطبيعية بحيث نضمن قد أفضل أجيالنا المستقبلية. ختاماً، المهندس فيصل الثعلبي المدير العام للهيئة العامة لحماية البيئة بعدن، شكراً جزيلاً لك على هذا اللقاء. نجوى مكاوي واحد من أهم الأحياء السكنية في عدن، اكتسب أهميته بارتباطه بمعاني ثورية ومعاني الكفاح والنضال. لنتابع. من بين الأحياء العدنية التي ارتبط ذكرها بمسيرة النضال ضد الاستعمار البريطاني، يبرز حي نجوى مكاوي في مديرية المنصورة كأحد الشواهد التاريخية للمدينة الرائدة. شيد هذا الحي في ثمانينيات القرن الماضي بنظام الوحدات السكنية الجاهزة، وأطلق عليه تسمية حي نجوى مكاوي تخليداً لاسم الثائرة وتقديراً لدورها النضالي إبان ثورة 14 من أكتوبر. تنتمي نجوى عبد القادر مكاوي لأحد أشهر الأسر العدنية العريقة، وتميزت بالجسارة والشجاعة، ومنها استمدت نجوى قوتها فالتحقت بالقطاع النسائي في تنظيم الجبهة القومية لتحرير الجنوب من الاحتلال البريطاني. مشروع نجوى مكاوي السكني نفذته المؤسسة العامة للبناء والتركيبات الصناعية كما كانت تسمى سابقاً، وهو امتداد لمشاريع أخرى بنفس النمط والمواصفات. بدأ العمل فيه عام 1978 للميلاد، واستغرق إنجازه 5 أعوام، وكان الهدف الرئيسي من إنشائه أن يكون سكناً للخبراء الروس. وبعد مغادرتهم وزعت الشقق السكنية على كوادر الوزارات المختلفة. وبحسب مختصين فإن حي نجوى مكاوي السكني يتكون من 360 شقة سكنية موزعة على 18 عمارة خماسية الأدوار شيدت بنظام الجدران الحاملة لكل دور بمساحة 64 متر مربع للشقة الواحدة. شيد المشروع بالنظام المجري عبر مصنع المباني الجاهزة المملوك للمؤسسة، وتم استخدام عمالة هندية لأول مرة للعمل بجانب العمالة اليمنية. يمتاز البناء بقوالب خرسانية عرضها 30 سنتيمتراً، ومن مواصفاته أنه مانع للحرارة والصوت، وكان هذا النموذج من البناء سائداً في البلدان الاشتراكية آنذاك.
إن بقاء حي نجوى مكاوي في عدن بشموخ مباني سيظل عنوانا للصمود، صمود ثائرة حرة أفنت حياتها وكل ما تملك لينتصر الوطن الذي سكن قلبها وإن لم يكن لها من بين كل مبانيه مسكن فيه. الدكتور ثابت العزب واحد من العقول المكتشفة في اليمن، وله تاريخ مليء بالابتكارات والإنجازات مع البحوث العلمية في مجال البناء والعمران. لنتابع. الدكتور ثابت العزب تخرج من روسيا عام 1988 في مجال الهندسة المدنية، وعمل في مجال الإسكان بمحافظة لحج فور عودته إلى اليمن، وفي عام 1996 عين مديرا لقطاع الإسكان وكرس جل اهتماماته في مجال البناء بالطين. أعجبت بالبناء الطيني، طبعا أنا كنت بالخرسانة، كنت ماجستير بالخرسانة، فأعجبت بالبناء الطيني نتيجة لبيت طيني دخلته في لحج، فأهتميت بالبناء الطيني وسافرت حضرموت بعد ما صفيت المؤسسة وألفت كتاب البناء بالطين، عملت تقييم للتجارة المحلية. الكتاب هذا تم طباعته في صنعاء تبع وزارة التدريب المهني. في عام 2007 غادر اليمن لدراسة الدكتوراه في مجال الهندسة والبناء، وهو ما أهله لاحقاً ليكون أستاذاً لهذا التخصص ضمن الكادر التدريسي في كلية الهندسة بجامعة عدن. في 2007 سافرت حضر دكتوراه في روسيا برضو في البناء بالطين، وتخرجت في عام 2010، وبعدها التحقت في كلية الهندسة في 2011. نجاحه في المؤتمر الهندسي الأول بعدن كان بمثابة دافعه الرئيس لمواصلة الدراسة العليا، فقدم العديد من الأبحاث في مجال البناء بالطين وأنواعه، وتوصل بعد تجارب عدة إلى حقائق علمية وإمكانية صناعة الطوب الرملي في اليمن. نجحت في المؤتمر الهندسي الأول في عام 2002 في جامعة عدن، وأنا كنت خارج جامعة عدن. تم تشجيعي من قبل كثير من الدكاترة إنه هذه أول خطوة لمواصلة الدكتوراه، ففعلاً بدأت أجمع مراجع، لأنه أي موضوع البحث العلمي أساسه أنك تدرس كل ما تم دراسته من قبل أشخاص آخرين من قبلك في هذا الموضوع، فأنا جمعت مراجع عديدة جدا في الموضوع المشكلة، وهي موضوع البحث البناء بالطين، وفعلا يعني عملت نشرت أبحاث في الداخل ونشرت أبحاث في الخارج، حوالي 15 بحث تقريبا في رسالة الدكتوراه، وبقية الأبحاث فيما بعد الدكتوراه، فهي طبعا تصب كلها في مجال تخصصي، مجال مواد البناء. يرى الدكتور ثابت العزب بأن ثمة إهمال شديد للمشاريع التنموية في اليمن، ويأسف لعدم وجود استراتيجية للاستفادة من الكوادر البشرية والخطط التي ترتكز على أسس علمية. حدث لي هذا البيت الطيني هزة، دخلته صيفاً وكان الجو منعش داخل البيت، فخرجت مباشرة من هذا البيت أبحث عن ملفه، لأنه نفذته المؤسسة العامة للبناء والإسكان، فبدأت أدرس الموضوع من عام 2001 إلى 2003، عملت أول تجربة على مستوى اليمن، الطين المضغوط المثبت بالإسمنت
تحت إشراف الدكتور علوي جعفر زين. هذا التجربة هذه طبعا ناجحة بكل المقاييس، وكانت ضمن مشروع عام يتم بناء وحدات سكنية من الطين المضغوط المثبت بالأسمنت. وسافرت إلى وزير الأشغال العامة باعتباري كنت مدير عام، وقدمت له البحث لكنه أهمل الموضوع، وبقت التجربة تم الاستفادة منها في سيئون وحضرموت بشكل عام. هذه التجربة، لكنه الطين المضغوط المثبت بالأسمنت هو عبارة عن طين فيه 6% أسمنت نسبة. من ضمن مميزاته أنه لا يتأثر بالماء مطلقاً، وهذه كانت أول تجربة لي التي من بعدها تم مواصلة الأبحاث العلمية في مجال البناء الطيني. يقال بأن المعاناة تولد الإبداع. رغم كل المعوقات والصعوبات التي واجهت مسيرة الدكتور ثابت العزب، إلا أن ذلك لم يثنه عن مواصلة البحث العلمي والاستفادة منه في تطوير البناء ومواجهة معاول الهدم التي تكثر يوماً بعد آخر. في مضاربات علمية، يعني الطين مع الخرسانة ما تصلح، يعني الكري والرمل من ضمن الركام حق الخرسانة يفترض أن تكون نظيفة ومغسلة، لكني أنا عملت أسمنت مع الطين وعملت خرسانة وخلطتهم مع بعض وأصبحت زي النانو تكنولوجيا. النانو تكنولوجيا طبعاً كلمة النانو هي أصغر شيء، هي أصغر جسيمات، وهي 1/10 من الميكرون، والميكرون 1/1000 من المليمتر. هذا الشيء الذي أحدث لي نقلة أنه فعلاً في إمكانية لتحقيق النانو تكنولوجيا من قبل الطين بواسطة الطين. هذه التجربة من أكبر التجارب اللي عملتها في عام 2018، ومن أفضل التجارب في رسالة الدكتوراه هي إضافة 40% من الطين إلى الطوب الرملي. طبعاً الطوب الرملي هو 90% رمل و10% نورة. بواسطة الأفتكلاف أو الخلخلة والضغط والحرارة الصغيرة، يعني ينتج حوالي 5000 طوبة من الطوب الرملي. كان المشكلة، كانت عندهم مشكلة، وهي هدر، مشكلة هدر، تروح بعض الطوبات لأنها من الرمل ما تتماسك، فأحيانا الضغط تروح. فعملت أنا من 10 إلى 40% طين، وهذه أول تجربة على مستوى العالم. طبعا حتى المشرف الدكتور المشرف علي أضاف اسمه معي في هذا البحث، وهي إمكانية صناعة الطوب الرملي في اليمن. إضافتي للطين 40% عملت على التالي: وقف الهدر، رفع قوة إلى 3 أضعاف قوة الطوب الرملي. وهذا إلى حد الآن أنا اللي قدمته أيضاً مع الإضافات في مؤتمر حضرموت، وطلبت من المستثمرين. لا يوجد عندنا مصانع في الطوب الرملي، لا يوجد، فما بالك لما يكون متطور الطوب الرملي متطور هذا. أسس وزملائه الجمعية الوطنية للبحث العلمي لتكون بادرة لإرساء أسس البحث العلمي وأرشفة أهم البحوث العلمية وتطويرها، وهي مهمة ليست باليسيرة لكنها ضرورية للنهوض بواقع الأمم والشعوب كما يقول. أنا لو عندي إمكانيات أو القطاع الخاص هذا يفهم لكانت مشاريعي هذا على الواقع. لكن أيضاً التاجر دائماً حريص، لا يريد أن يبذل شيء إلا بنجاح، والنجاح هذا الوصول. أنا ما عندي إمكانية أعمل شيء نجاح نماذج يعني لهذا الإنتاجيات وهذا المصانع المطلوبة. فلذلك أنا أشعر بأنه المسؤولين يجب أن تكون لديهم، يجب أن تكون في خطط استراتيجية في البلد. الخطط هذه زي الخطة 50 اللي كانت موجودة، يعني الخطط هذه هي يجب أن تعتمد على الباحثين، يجب أن تعتمد على الكوادر مؤهلة في هذه المجالات. هي ليست ذكاء سياسي أو فطنة، ولكن هي يجب أن إذا ما ترتكز أي خطة، لا ترتكز على أسس علمية، لا تنجح. فنحن في بلادنا كما تشاهدين أنه لا، يعني ما فيش تبني لهذه العقول، لهذه المواهب. فيجب أن نهتم بالعلم وبالبحث العلمي، ويجب أن يعوا المسؤولين أنه هؤلاء الناس هم أساس التطور.
مشاهدينا الكرام، إلى هنا وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع. ألقاكم في الأسبوع المقبل على خير وفي أمان الله.